ليلى علوي كادت أن تسقط على الريد كاربت. إيمي سمير غانم أمسكت بها جيداً حتى لا تقع على الأرض. حسن الرداد وبوسي شلبي بجوارها وساعدوها لاستعادة توازنها. ظهرت ليلى علوي على ريد كاربت حفل جوي أوورد بإطلالة أنيقة ومميزة، وأثناء ذهابها لتلقي تحية على إيمي سمير غانم تعثرت أثناء السير وكادت أن تسقط على الأرض، لكن إيمي أمسكت بها جيداً حتى تستعيد توازنها. وتواجد برفقتهما خلال هذا الموقف حسن الرداد وبوسي الشلبي وساعدوا ليلى علوي حتى تقف مجدداً على قدميها بشكل متزن. يبدو أن علاقة ليلى علوي ببنات سمير غانم جيدة، فبعد انتهاء الحفل قضت برفقة إيمي وحسن الرداد ووفاء الكيلاني سهرة مميزة. ونشرت إيمي هذه الصور ووجهت الشكر لكل من رافقها في هذا اليوم وساعدها على الابتسام مجدداً. الفترة الماضية تعرضت ليلى علوي لنفس الموقف الحرج، فخلال تواجدها على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر في دورته الأولى تعثرت بشكل لفت الانتباه بسبب ذيل فستانها الطويل وكادت أن تسقط، لكنها تمالكت نفسها وتجاوزت الأمر. ليلى علوي واحدة من أشهر نجمات السينما المصرية، وتعتبر نفسها من المحظوظين بسبب عملها في المجال الفني، وذلك لأنها كانت تتمتع بهذه الموهبة منذ طفولتها، ففي كثير من الأوقات كانت تعتبر التمثيل لعبتها المفضلة. كشفت ليلى علوي لمحبيها سر رشاقتها وأناقتها، وأكدت أنها لا تتناول وجبة العشاء وتكتفي بتناول كوب زبادي بالليمون، وقالت أن الفضل في ظهورها دائماً بهذا المظهر المثالي يرجع لنور الشريف، فنصحها بألا تسمح لنفسها بزيادة وزنها وألا تقوم بقص شعرها بشكل مبالغ فيه. لا تستطيع ليلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي بسبب شهرتها، فتتعرض لكثير من المضايقات أثناء تواجدها في الشارع، وفي أحد المرات اضطرت للاصطدام مع سيارة كانت تحاول إيذائها، وأعلنت أنها تغضب بشدة عندما يتم تصويرها في الأماكن العامة دون إذن، خاصة إذا كان يرافقها في هذا المكان أحد أفراد عائلتها. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.